أعتقد بالتأكيد بأن هذا سوف يحصل. أعتقد بأننا سوف نرى ردا، وسوف نرى أيضا ازدياد في الضغط من قبل الإسرائيليين، كما قلنا بأنهم قرروا أن يبدأوا باتخاذ إجراءات مباشرة وأن يوجهوا ضربات موجهة لإيران. ما نراه بأن إسرائيل مضطرة لمواجهة واجهتين وحربين محتمليتين، أولهما على الجبهة اللبنانية والجبهة الأخرى هي الجبهة الإيرانية. وبالتالي فإن هناك الكثير من الحسابات وهناك الكثير من الجهود وراء الكواليس من قبل الإسرائيليين ليعدوا أنفسهم لهجمات مباشرة على بعض القواعد، في حالة قرر رئيس الوزراء بنت في إسرائيل أن يطلق هجمات موجهة تستهدف بعض المنشآت النووية، ولكن قبل أن يستطيع أن يفعل ذلك فيجب عليه أن يتعامل مع مخاطر حزب الله واحتمالية ردهم إذا تم مهاجمة إيران. وهذه هي الجبهة الثانية، الجبهة اللبنانية. لقد رأينا مؤشرات لذلك مسبقا من خلال الهجمات التي حصلت في بيروت مؤخرا من قبل القوات اللبنانية، والذين كانوا يهاجمون بعض المظاهرات السلمية من قبل الداعمين لحزب الله في بيروت، وقتلوا عددا من الأشخاص. ومن ثم بعد ذلك بعض هؤلاء المهاجمين قد توجهوا إلى إسرائيل نفسها. وفي نفس الوقت رأينا دول الخليج العربي بما في ذلك المملكة العربية السعودية تقود الجهود لإعلان السفير اللبناني شخصا غير مرغوب به وتعيده إلى بلده. وبالتالي فإن هناك ضغط كبير، وتسعى الدول إلى عزل لبنان، وكل هذه جهود تسعى إلى إضعاف حزب الله. وهذه ليست مصادفة بأن نرى الإسرائيليين اليوم يزيدون من ضغطهم من خلال الخطة البديلة، أي خطة باء، ليس فقط من خلال الهجوم داخل سوريا، بل اليوم أعتقد بأنهم سوف يدخلون في شكل من الحرب المختلطة من خلال أي الهجمات السبرانية أو حتى قتل بعض العلماء داخل إيران. أعرف بأن بنت كان في موسكو وتحدث هناك مع الرئيس بوتين. وأعتقد بأن السيد بوتين يدرك بأنه ليس لديه القدرة على السيطرة على جميع أنشطة الإيرانيين داخل سوريا، والأسد كونه الرئيس السوري لن يحظر دخول أقرب حلفائه الإيرانيين، وهذا يمثل قيدا أو حدودا على الصلاحية والقوة والقدرة على إقناع الروسيين حتى في هذه الفوضى العارمة القائمة في الشرق الأوسط. وأعتقد بأن الأوضاع سوف تسوء أكثر. أعتقد حقيقة بأن الإيرانيين يرون عرض القوة هذا من خلال طائرة B-1B، وأن هذه الطائرة تطير معها طائرات من دول أخرى من دول الخليج، فإن هذا عرض للوحدة أو الاتحاد مع الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة تحاول أن تظهر التزامها، ولكن هذا الالتزام مشكك فيه بعد الانسحاب من أفغانستان. وبالتالي فعلى المجال القصير سوف نرى مثل هذا الالتزام من قبل الولايات المتحدة، ولكننا لا نرى الولايات المتحدة تذهب وتطلق هجمات. ربما تقدم مساعدات في مجال الاستخبارات، ولكنها لن تطلق هجمات مباشرة على إيران. إذا أرادت أن تدفع إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وأرادت أن تطبع الأمور، اليوم
الإيرانيون قد قدموا بعض المطالب والتي لن تستطيع حتى إدارة بايدن أن تلبيها. لن تستطيع إدارة بايدن أن تضمن على سبيل المثال بأن إدارة أمريكية مستقبلية لن تلغي اتفاقية نووية جديدة. لا تستطيع الإدارة أن تضمن ذلك. الطريقة الوحيدة لعمل ذلك هو أن يتم التوقيع على معاهدة، ولكن الكونغرس الأمريكي سوف يمنع ذلك، ومجلس الشيوخ الأمريكي أيضا سوف يمنع أي معاهدة مع الإيرانيين، وهذا واضح جدا لأنهم يرون بوضوح بأن الإدارة الجديدة في إيران هي معادية لأمريكا أكثر. وطبعا الإسرائيليون يحاولون أن يضغطوا أيضا على بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وبالتالي أن هناك الكثير من الأجزاء المتحركة لكل هذه المبادرة. ولكن النقطة الأساسية هي بأن القوى المختلفة بدأت تفرض الضغط، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الشرق الأوسط في الفترة القريبة القادمة، في الأشهر القريبة على الأرجح.